معنا من القلمون الشرقي أبو سيف القلمون الناطق الإعلامي في قوات الشهيد أحمد العبد، مرحبا بك معنا في استوديو الآن. ما هي بنود هذا الاتفاق الذي وقع برعاية روسية، وهل من أمور غامضة أو أحد الفصائل التي لم توقع على هذا الاتفاق الفصائل الموجودة طبعا في القلمون؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل بناء على نص الاتفاق المبرم بين ممثلي فصائل المعارضة في القلمون الشرقي المتمثلة بقوات الشهيد أحمد العبدو وجيش الإسلام وفيلق الرحمن مع حكومة الاتحاد الروسي، تم هذا الاتفاق بشكل مبدئي حتى وضع خرائط ترسيم لخطوط الفصل ووقف أطلاق النار. ما أود التنويه إليه بأن لا دور لقوات النظام بناء على الإعاقات التي حصلت، بأنه لا دور للنظام، فقط تم الحضور ومساعدة الفريق التقني الروسي لتحديد مناطق وقف إطلاق النار، حيث ما زالت قوات النظام تقوم بتعطيل حتى هذه اللحظات هذا الاتفاق. نحن كفصائل جيش حر ما زلنا نعتبر القرار الموقع بجنيف هو الاتفاق الرسمي من قبل الروس، وأي مخالفة للاتفاق تعتبر لاغية. ما تسعى إليه قوات النظام بتعطيل الاتفاق والذي يتضمن من أهم شروطه لو تشرح لنا أبو سيف هذه النقطة، كيف تسعى قوات النظام إلى تعطيل هذا الاتفاق؟ تعطيل توقيع الاتفاق أو تعطيل تطبيقه على الأرض؟ ما الذي يحدث تحديدا؟ نحن خلال العشر أيام الماضيات تم تشكيل وفد من فصائل الجيش، وفد من المعارضة في حضور وفد روسي بحضور باطلاع قوات النظام في منطقة القلمون الشرقي وبالتحديد في اللواء 81. سعت قوات النظام إلى إعاقة الوفد الروسي، وبالفعل هي استطاعت إعاقة الوفد الروسي، وبناء على الضغوط الروسية على قوات النظام والميليشيات الشيعية وحزب الله دخلت بتاريخ 5/9، دخلت قوات الروسية وتم الاجتماع، ولكن لم يتم التوقيع من قبل قوات النظام. ما تسعى إليه قوات النظام في من جميع هذه الشروط، وقف إطلاق النار وإدارة منطقة وقف إطلاق النار من خلال المجالس المحلية، وهو يعتبر صريح انتصار صريح لفصائل الجيش الحر في المنطقة، بالإضافة إلى تشكيل لجان من جميع الأطراف لمتابعة أمور المعتقلين وتأمين ممرات إنسانية وعدم التعرض من أبو سيف، أفهم من كلامك أن هذا الاتفاق حبر على ورق حتى اللحظة، ما لم يلتزم النظام ويضمنه الروس بأنه على الأرض ستطبق منطقة خفض التصعيد في القلمون. للتوضيح أنه الاتفاق الحاصل ما بين فصائل المعارضة وتم توقيعه في جنيف لا يتناسب مع تطلعات قوات النظام. ما تسعى إليه قوات النظام الترويج عن مصالحات وتسليم فصائل الجيش الحر للسلاح والانضمام إلى الميليشيات العاملة معه، ولكن الجانب الروسي كضامن لقوات النظام مصر على توقيع وقف إطلاق النار وترسيم الحدود، ولا دور لقوات النظام إلا حضور الاجتماع وتحديد مناطق وقف إطلاق النار وترسيم الحدود ما بين فصائل الجيش الحر وقوات النظام. شكرا لك أبو سيف القلموني الناطق الإعلامي باسم قوات الشهيد أحمد العبدو، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من هناك.